إنما يأتي من قضاء الله وقدره شيء مزعج أو متعب أو مؤلم وتقبله سريعاً ما ينزح عنك، أما إذا لم تقبله تأخر بقاء هذا القضاء والقدر فيك. هذا الدرس. المؤمن الصادق واثق من حكمة الله، واثق من عدل الله، واثق من رحمة الله، لذلك يتلقى قضاء الله وقدره بالرضا واليقين. من هنا قال سيدنا علي: الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. درس بليغ لنا. أنا أتمنى عليكم ألا تفهموا أن هذا القرآن فقط كتاب مقدس تقرأه تعبداً، هذا منهج لنا. أؤكد لكم ثانية أن قصص الأنبياء الذين مضوا هي لنا درس، لنا توجيه لنا. يعني في واحد من الأخوة الحاضرين ما جاءه شيء يؤلمه في حياته، هو قضاء الله وقدره. فإذا قبلت قضاء الله وقدره سريعاً ما تحل المشكلة. أيها الأخوة، عجبت كما قال النبي الكريم لأمر المؤمن: إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. سيدنا عمر ابن الخطاب إذا أصابته مصيبة قال: الحمد لله ثلاثاً، الحمد لله إذ لم تكن في ديني. إنسان ترك الصلاة، إنسان أكل مال حرام، إنسان وقع في الفاحشة، أعوذ بالله. هذه المصائب: الحمد لله إذ لم تكن في ديني. أول حمد على أي مصيبة: لم تصل إلى الدين، ما ارتكب حرام، ما أكل مال حرام، ما تعامل مع الحرام، ما نافق، ما جمع مال على حساب مبادئه. الحمد لله إذ لم تكن في ديني، والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها. يعني حادث سيارة بس الأولاد سلموا والزوجة سلمت، الحمد لله نعمة كبيرة أنه المصيبة أصابت المركبة فقط، أما الركاب في سلامة تامة. الحمد لله إذ لم تكن في ديني، والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها، والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليها. هذا المؤمن راضي. مرة أحد العلماء قال: ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، بستاني في صدري، ماذا يفعل أعدائي بي؟ لذلك هذا العالم الجليل قال كلمة أخرى، قال: في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، والدليل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. ما بيكفي أن الله عز وجل فدى ابنه الذبيح بذبح عظيم، آتاه ولداً آخر وجعله نبياً،
وآتاه ولداً ثالثاً. فيا أيها الإخوة، الذي يرضى عن الله دليل إيمان كبير. واحد أثناء الطواف حول الكعبة قال: يا رب، هل أنت راض عني؟ فكان وراءه أحد العلماء، قال له: يا هذا، هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال له: سبحان الله، كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه؟ فقال هذا العالم الجليل: إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. هنا البطولة، أن تقول: يا رب، في عندك مشكلة، مشكلة صحية، مشكلة مالية، مشكلة أسرية، مشكلة في العمل، يا ربي لك الحمد. لذلك قالوا: كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق، ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. إذا جاء قضاء الله وقدره بما لا يريحنا، أو إذا جاء مكروه القضاء، ينبغي ألا نجزع، وألا نتسخط، وألا نغضب، وألا نتمرد، لكن تقول: الحمد لله على كل حال، والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. حينما تقبل قضاء الله وقدره يرفع عنك، وحينما لا تقبله يستمر. هذا الدرس البليغ من هذه القصة التي أكرمنا الله بها.